السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أغلب البرامج بتكون بفلوس، وفي برامج تانية بتبقى ببلاش ومجانية، وفي برامج تالتة بتبقى أوبن سورس يعني ببلاش ومجانية وبيديك شفرة الكود كمان تقدر تبرمج أو تعدل عليها. خلينا في البرامج اللي هي ببلاش. لو أنا دلوقتي عايز أعرف أفضل برنامج في المجال دوت، فممكن أدخل على موقع اسمه ليست أوف فري وير، بيبدأ يجيب لي أفضل البرامج اللي هي المجانية في المجال دوت. على سبيل المثال، ده مثال حقيقي، أنا عايز أعرف إيه أفضل برامج ممكن أستخدمها في الوايت بورد اللي هي إن أنا أعمل سبورة. مجرد إن أنا أفتح بيجيب لي 18 أو 15 برنامج تقدر تستخدمه في الشرح، ويكون كله مجاني بالشكل دوت. كل عليك إن أنت تدخل على صفحة داونلود بيج وتقدر تنزل البرنامج. بين اهوت في برنامج اسمه واي بورد بالشكل دوت، في وايت بورد باد، ده كل ده على اساس ان انت تشرح للناس كان في سبوره على الكمبيوتر، وده طبعا مفيد في الشرح بالذات لو انت بتشرح على اونلاين. تمام. في برضو برامج مثلا لتحويل سي اس في للدي بي اف، في برامج تانية للكلاود انت فايروس، يعني لو انت عندك ايميل شاك فيه، ملف شاك فيه، تقدر تبعته وتفحصه من غير ما تسطب اي حاجة على الجهاز عندك. تمام. في مثلا برامج للفيديو كونفرنس اهوت، بتلاقي بقى البدائل موجودة اهيت، بيقولك ترفع الملف اهوت. طيب ممكن تيجي هنا تلاقي ده مثلا الفيديو كونفرنس اهوت، دي افضل حاجة على مستوى العالم، تقدر تعمل فيديو كونفرنس ومن غير ما تدفع فلوس، كلها برامج مجانية.